إلى ملفنا الثاني في أخبار الساعة هذه الليلة. معنا من باريس ديفيد عباسي الباحث في الشأن الإيراني. سيد عباسي أهلا بكم معنا في أخبار الساعة من العربية منذ 16 من سبتمبر أيلول الجاري، والاحتجاجات مستمرة بعد مقتل مهسا أميني، هل نحن أمام الثورة؟ طبعا، مرحبا، مساء الخير. المظاهرات والاحتجاجات اليوم مختلفة تماما عن الماضي، لأن القيادة والعمليات في أيدي النساء. وظيفة الرجال ولجان الثورة بالأهم هي الدعم وحماية والدفاع عن المعركة والنزال الاحتجاج النسائية والشعبية، يعني كل الشعب الإيران وتقريبا كل المدن. سيد عباسي، نريد أن نفهم سبب هذا الغضب وسبب هذا الانفجار الكبير، لأنه هل المسألة متعلقة فقط بحرية المرأة في إيران، أم المسألة تتعدى ذلك، مسألة شرطة الأخلاق والتقيد باللباس الذي يفرضه النظام الإيراني؟ هل المسألة متعلقة فقط بالمرأة، بحرية المرأة، أم بأبعد من ذلك؟ طبعا حرية المرأة شيء هام جدا، فلذلك اليوم قاد وقيادة الثورة بيد النساء. ولكن كما أنتم تعرفون، منذ 44 سنة الشعب الإيراني كل سنة يخرج في الشوارع ويطلب الحرية، وحرية طبعا خصوصا للنساء الإيراني. ولكن اليوم يختلف مع كل المظاهرات. أستاذ عباسي، الشرطة والجيش الإيراني بشكل عام لم يتبعوا الأوامر قادته. سيد عباسي، ما يزال متفجرا، وكما تفضلت يعني الاحتجاجات اليوم أخذت منحا آخر وأبعد، كذلك العقوبات الأمريكية التي طالت أيضا شخصيات من شرطة الأخلاق نفسها، ما المرجو منها؟ تعرفون بأن هذه العقوبات أنا أظن يجب أن نساعد بالدعاء شعب الإيراني، لأن اليوم منذ بارها ما في انترنت في إيران، يعني النظام الحاكم في إيران حد أو أوقف خدمات الانترنت في بعض المدن وغدا في كل المدن. تعرف النظام الإيراني يستعد، وأقول لكم ينتظر ليوم أحد لاستقدام المرتزقة من غير إيرانيين إلى الساحة مثل موكب الأربعين. لكن الشعب الإيراني أعد نفسه هذا المرة للنزال والكفاح وحتى للقتال والضرب المرتزقة. فلذلك عقوبات شيء آخر، نحن نريد اتصال الشعب الإيراني مع برا. فلذلك يوم الأحد هام جدا في تاريخ الإيران. إذا حملوا السلاح وقتلوا الناس فالشعب البطل الإيراني يرد عليهم مثلهم ويدافعوا عن أنفسهم كما عملوا منذ أسبوع. قيادة المعركة اليوم في إيران بيد النساء ولجان الثورة والنساء، وإن شاء الله شعب إيراني. شكرا جزيلا لك سيد ديفيد عباسي، أنت الباحث في الشأن الإيراني، كنت معنا مباشرة من باريس. ومشاهدينا، نحن نتابع معكم هذه الصور لمظاهرات احتجاجية كذلك خرج فيها ناشطون إيرانيون كذلك ومتعاطفون مع قضية مهسا أميني ومع القضية الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن، على ما يبدو أمام مقر السفارة الإيرانية هناك. إذن كما نتابع مشاهدينا هذه المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها عديد مدن العالم أيضا اليوم، إضافة إلى تفجرها بشكل كبير داخل إيران بعد مقتل الفتاة العشرينية مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق. بحقوق كمواطنين إيرانيين والاعتراف بالهوية القومية في ظل سلطة تضرب بيد من حديد تمارس القمع والترهيب داخل الدولة والإرهاب خارجها. إيما عمر، العربية.